زي ما وعدتكم يا جماعة في فيديوهات قبل كده، ان انا ابقى اعرفكم طريقة تحضين الصيصان الصحيحة او الكتاكيت، يعني ازاي تحضنها وما تموتش منك. اهو بسم الله الرحمن الرحيم، ايد الاضاءة. طبعا ممكن تسكر الماكينة، يعني الافضل يعني تسكر الماكينة. اهو ده طبعا بيض بط حلو، وده الصوصان اهي. طبعا في دفعات عندي طلعت، انا بس حبيت اصور لكم الدفعة يعني اللي موجودة دي، وزي ما هفرجكم اخر الفيديو الكمية ما شاء الله وشكل الصيصان وهي في الحضانة بقى خلاص بعيد عن ماكينة التفريغ. اثناء الدورة بتاعت فقس البيض برش مية كده اهو، ونفضل ان دي تكون داخل الغرفة كده، يعني تكون داخل هنا كده عشان تاخد نفس الحرارة بتاعت ماكينة التفريغ. ده نصيحة يعني، تمام. اهو ده بيطلع اهو اهو ان شاء الله. اهو ما شاء الله ما شاء الله اهو ما شاء الله، ده شكله. طبعا ده عرقان لسه بينشف، بعد كده بقدر اوديه الحضانة اللي هيتربوا فيها لمدة اسبوعين ثلاثة او شهر، عشان بعد كده بيتنقلوا في مكان اكبر من كده. ويلا عشان ما اطولش عليكم نتفرج ازاي انا بستقبلهم بالعسل الاسود. يلا بينا عيون المملكة. وكده يا جماعة انا بجهز ليهم طريقة الاستقبال. اول ما الصوص بيطلع اهو اهو عسل اهو، تمام. اي نوع عسل عندك، عسل ابيض، عسل اسود، سكر من المنزل، اي شيء يعني، ما تتوقفش على شيء. اهو دي طبعا معقمة تعقيم جيد جدا او تغسلها كويس جدا، تمام. ده العسل اهو، هنا كرورة مية او ازازة مية، تمام. اي تحصين، اي دواء، اي شيء لازم بمية زي دي، وما تكونش ساعة ولا سخنة، تمام. او تغلي مية في المنزل، تغلي مية وتسيبها تبرد لمدة يوم ولا حاجة، تسيبها تبرد، تمام. او لين ما تبرد بعدين سوي العلاج او التطعيم او استقبال الصوص. انا بنصح زي الطفل الصغير يا جماعة، تمام. اول ما بنيجي نبدأ نديله مية خلاص يشرب، بنجيب له مية معدنية، صح؟ هو كده لازم، دي مية مفرطلة معدنية، تمام. فهفتحها واملى هنا مية وارجع لكم تاني. ده كده بعد ما مليت المية اهو، اسكر اهو، تمام. هنا بقى يعني ايه معيار معلقة كده او ايه او نص معلقة بس اهو، شفت دول. وانصحك كمان تاخد لك معلقة عسل انت كمان، لان ده بينشط الكبد. انصحك يا غاوي تشرب معلقة عسل او تاكل معلقة عسل، لان ده بينشط الكبد، وده تدوب بقى، تقلب 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 وبعدين تضيف للدجاج. فهقلب وهرجع لكم برضو للصيصان او الكتاكيت يعني، عفوا. وده كده بعد ما قلبت اهو، تمام. سكر البرطمان بتاعك عشان ما يجيش في اي حاجة تضر الطير او تضرك، لانك انت بتشرب منه برضو، لانه نضيف. تسكر الماء بتاعتك تخليها في مكان كويس، تمام. ممكن تدي للصوص كله، ممكن تدي للصوص كله، انا هوديكوا لهم هم هناك اهم. ممكن تدي للصيصان كلها على فكرة، حلو جدا جدا العسل يا جماعة، منشط كبد طبيعي، تمام. وللبط لكل الطيور اللي عندك، تمام. فيلا بينا عشان ما اطولش عليكم نحط لهم الماء ونبص عليهم بقى. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيهم يا رب ويطرح فيهم البركة، ربنا يبارك لينا ولكم في حلالكم. هقلب كده المسقه اهو تكون جافه وتحطها هنا، تحترس لو جت على صوابع الصيصان اهو. شوف بألف انا وصح، عسل 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 ما شاء الله. ده يا جماعه عيش الطير، ده عيش. انا بحب الطيور، ده شغلي بحبه، ربنا يبارك لكم. وعلى فكره دي روح يعني، ربنا يسألنا عنها. انا بحب الحاجات دي، انا بحب اكلها اشربها اروق عليهم كده امنجههم، انا بحب كده. ربنا يبارك فيهم يا رب ما شاء الله. دول كده ما شاء الله هم بعد ما طلعوا، تمام. عندهم طبعا هواية، دي مروحة لندا، وده لندا برضو. عندهم حساس اهو اهو،
يجيب لك الرطوبه والحراره اللي داخل المكان ده اهو. شايف اهو دي دجاج لحم روس، تمام، نوعيه 308. طبعا في مصر بنقول عليه فراخ بيضه، احنا في مصر بنقول عليه فراخ بيضه. اهو ما شاء الله، اللهم صل على النبي. اهو طبعا عشان تعرف ان هم متدفين كويس، تلاقيهم متفردين بعيد عن بعض، متفردين بعيد عن بعض تعرف ان هم متدفين كويس، ملمومين على بعض تعرف ان هم بردانين، تمام، لو متجمعين على بعض لغايه 5 ايام وست ايام تعرف ان هم تعبانين، تمام. فاقول لكم وزي ما شرحت لكم كده كانت طريقه الاستقبال. برجاء عايزك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، وما تنساش تدعمنا بلايك. لو في اي تعليق في اي حاجه اكتب لي في التعليقات، لازم تمشي ايدك فيهم كده كل شويه علشان لا قدر الله لو في حاجه ميته او كده، لكن ان شاء الله صحتهم جميله وربنا يبارك لكم ولنا ان شاء الله. السلام عليكم.